درس جديد طبعا من دروس الأحياء عن التغذية. دقق معي في الصور ولاحظ على اليسار هناك الفهد يطارد غزال، يتغذى على اللحوم. نحلي أشو؟ تغذى على رحيق. نمر تغذى على اللحم. جرادي على نباتات. بالأسفل مثلا عندنا عصفور غذاؤه هون دودي. الأفعى تلتقم، فأر. الأسماك هنا لاحظ الأسماك الصغيرة الكبيرة تأكل الأسماك الصغيرة، وأيضا لدينا الفقمة يأكل الأسماك، والحوت يأكل الأسماك الكبيرة والفقمة، وبعض الطيور أيضا تلتهم إذا الأسماك هذه، والأخطبوط حتى يأكل أسماك. في عندنا في أقصى اليمين هذه الصورة لاحظون نبات ويستخدم أشعة الشمس وثاني أكسيد الكربون ليصنع غذائه، وينطلق الأكسجين ويتم إنتاج الجلوكوز اللي هو عبارة عن سكر العنب يخزن في الأوراق. هذه العملية لاحظونها لو أكبر شوي، مثلا طاقة شمس في النباتات منتجات اللي هي تنتج الطاقة للتغذية الذاتية عن طريق عملية اسمها التركيب الضوئي. مثلا هنا مستهلك أولي شفناها هاي بسنوات سابقة في التاسع، كيف المستهلك الأولي هو اللي بيتغذى على النباتات مثلا دودي، والعصفور يتغذى على الدودي فهو مستهلك ثانوي. موتن طبعا بيكون مواد عضوية. إذا تختلف الكائنات الحية بطبيعة غذائها، بطبيعة غذائها وبنوعيته وبطريقة التغذية لديها. هل تستطيع الكائنات الحية الاستغناء عن الغذاء؟ أكيد لا. في عنا طبعا قلنا تقوم الكائنات الحية بوظائف حيوية لاستمرار حياتها. من هذه الوظائف الحيوية التغذية والتنفس والنقل والإطراح والحس والدعامي والحركي. راح أتعرف أنا على أول فقرة اللي هي عبارة عن التغذية، وراح أشوف أنه في عندي أنواع للتغذية. سنتعرف اليوم على مفهوم التغذية، تصنيف الكائنات الحية حسب نمط التغذية، بنية الصانعة الخضراء، أصبغة التركيب الضوئي، آلية التركيب الضوئي، والتفاعلات الضوئية واللا ضوئي. يصادفني مفهوم الصانعات الخضراء، تفاعلات ضوئي، تفاعلات لا ضوئي، نظام ضوئي، نقل الإلكترونات، كل هذه المفاهيم سأتعرف عليها أثناء الدرس. لاحظ الشكل جرادي هنا وهنا شجرة نخيل. لما تتغذى الكائنات الحية؟ من يجيبنا على هذا السؤال؟ من يجيبنا على هذا السؤال؟ لما تتغذى الكائنات الحية؟ لاستكمال مسيرة الحياة. نعم، لأنه إذا وقفت عن الغذاء فرح تموت أكيد. أكيد، ممتاز، أحسن. إذن لازم تكمل حياتها، وحتى تكمل حياتها لازم تتغذى. طبعا في وظائف تانية لكن التغذية شيء أساسي من هذه الوظائف. إذن لازم تكمل حياتها، لازم تعوض التالف من جسمها. ممكن فرضا عند الإنسان الجلد باستمرار في تبدل، في خلايا عم بتموت وبتتغير، في جسم عم ينمو عم بيكبر بالحجم كمان، هذا الكبر يحتاج إلى تغذية، مو هيك؟ كيف تحصل هذه الكائنات على غذائها؟ لو جيت أنا مثلا قارنت بين الجرادي وبين شجر النخيل، هل كلا الكائنين الحيين يتغذى بنفس الطريقة؟ أكيد لا. أكيد إيش لا. الفرق بيناتهم؟ النبات بيتغذى بيقوم بعمل التركيب الضوئي، أما الجرادي بتتغذى عن النبات. نعم، ممتاز، أحسنتي. هذاك النخيل أو النبات بشكل عام يقوم بعملية التركيب الضوئي وبيصنع غذائه بنفسه، بينما الجراد يتغذى على كائن حي آخر وهو النبات.
طيب صنف الكائنات الحية تبعا لنمط غذائها من خلال المثالين اللي ذكرناهن. المثال الأول كان يعتمد في غذائه على غيره، مو هيك؟ والمثال الثاني اللي هو النبات يعتمد في غذائه على نفسه، بيصنع غذائه بنفسه. فالنبات بسميه تغذية ذاتي أو كائنات ذاتية التغذية، والجرادي بصنفها تحت اسم الكائنات غير ذاتية التغذية. تتغذى الكائنات الحية لأنها تحتاج بشكل مستمر للطاقة لكي تنمو وتتكاثر وتستمر حياتها. إذن هي بحاجة للتغذية من أجل الطاقة لكي تنمو وتتكاثر وتستمر حياتها. ويشكل الغذاء مصدر هذه الطاقة. يشكل الغذاء مصدر هذه الطاقة. تختلف الكائنات الحية في طريقة الحصول على الغذاء. يعود ذلك لتركيب الخلية. وضح ذلك. نفسر لنا النقطة هاي، ليش الكائنات الحية بتختلف في طريقة الغذاء حسب تركيب الخلية؟ ليش؟ أشو الميزة بين خلايا النبات، ومثلا في مثالنا أشو الميزة بخلايا النبات عن خلايا الجرادي؟ تختلف بنوعية التغذية. أستاذ رجع اشرحوا للسؤال. عم نقول إنه تختلف الكائنات الحية في طريقة الحصول على الغذاء. قبل شوي كنا قلنا في النبات مثلا ذات التغذية، أما الجراد غير ذات التغذية. يعود السبب لتركيب الخلية. طيب ليش لتركيب الخلية؟ أشو له علاقة تركيب الخلية في عملية التغذية؟ أشو الميزة في الخلايا مثلا النبات عن الخلايا الحيوان اللي خلاها تختلف بطريقة التغذية؟ طيب الخلايا الحيوانية ما بيكون فيها جدار خلوي ولا صانعة خضراء، وأما النباتية فيها جدار خلوي وصانعة خضراء، لذلك بتحسن تصنع غذائها بنفسها، أما الحيواني ما فيها تقدر تصنع غذائها بنفسها، لذلك تعتمد على غيرها. نعم ممتاز أحسنت. إذن هي الأساس مو جدار طبعاً، الأساس مين؟ الصانعة الخضراء يا بتول. الصانعة الخضراء الموجودة في الخلايا النباتية جعلتها ذاتية التغذية، أما الخلية الحيوانية فما في ما فيها صانعة خضراء ولذلك صارت غير ذاتية التغذية. إذا تصنف الكائنات الحية تبعا لنمط التغذية إلى كائنات ذاتية التغذية وكائنات غير ذاتية التغذية وكائنات رمية. كائنات رمية طبعا الرمية هاي اللي بتعتمد في غذائها على تفكيك البقايا، بقايا الكائنات بعد موتها، تتفكك مثل الفطريات وبعض أنواع. أذكر مثالا يوضح كل من المفاهيم السابقة. مين بيذكر لي مثال عن كائن ذات التغذية؟ أستاذ حي الله نبات، يعني أكيد كل النباتات ذاتية التغذية. أي نعم، أي نبات مثلا فرضا نعنع، بقدونس، زيتون، تين، كذا، أي نوع نبات يعتبر ذات التغذية. طيب كائن حي غير ذات التغذية، أي مثال؟ أي مثال نقول نحن مثال بس نفهم إن نكون عرفنا مظبوط إنه غير ذات التغذية. مين؟ مثل الأغنام، حيوانات الأغنام. يعني إيه، أرنب، ذئب، ثعلب، عصفور. نعم، إذا كانت إن كانت أكلت لحوم أو أكلت أعشاب فهي غير ذاتية التغذية. طيب كائنات رمية مثل الجراثيم المفككة وشو والفطريات، مو هيك؟ والفطريات. ايه والفطريات. نعم، إذن هاي فيها كائنات رمية.